أمريكا ستتجه نحو نظام الدفاع الجوي سكاي شيلد في ظل التهديدات الروسية. وزير الخارجية يؤكد أن سكاي شيلد ليست تحالفاً عسكرياً. النمسا تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأصول الروسية. ارتفاع جديد في أسعار الإيجارات القديمة في فيينا. إعادة هيكلة مكافأة صيانة الأجهزة بعد الكشف عن حالات احتيال. الكاردينال يدين حرق نسخة من القرآن في السويد ويصفه بالأمر المشين. مشاهدين الكرام، من إنفوجرات النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أعلنت النمسا أنها سوف تنضم لنظام الدفاع الجوي الأوروبي سكاي شيلد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكدت المستشارية ووزارة الدفاع أن هذه الخطوة لا تعرض حياد النمسا للخطر، وبذلك تجري المفاوضات لتحديد مشاركة النمسا بشكل ملموس في المشروع. وسوف تلتقي وزيرة الدفاع تانر مع نظرائها من ألمانيا وسويسرا للتوقيع على الانضمام، لتكون النمسا مع 17 دولة أخرى في المبادرة لتعزيز الدرع الواقي لأوروبا ردا على روسيا. أكد وزير الخارجية النمساوي شالنبرغ عدم انتهاك حياد النمسا مع انضمامها المحتمل إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي سكاي شيلد. وأوضح الوزير أن سكاي شيلد ليست مبادرة حلفية، وإنما تعاون بين دول، حيث أن النمسا والسويد هما الدولتان الوحيدتان غير الأعضاء في حلف الناتو اللتين ترغبان في الانضمام. وأكد الوزير أن حياد النمسا سيبقى محفوظ بنسبة 100% في حال انضمامها، ونفى أن سكاي شيلد هو تحالف عسكري. قال وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ أن روسيا هي جزء من أوروبا ويجب احترام تاريخها وثقافتها. وشدد الوزير على ضرورة احترام القوانين الدولية فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة، ودعا إلى احترام مبادئ القانون الدولي وتجنب الالتفاف عليه، وحذر من تعرض أوروبا للإحراج في حالة كسر القانون الدولي. واتهمت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية بتقويض التعاون في مجال الحد من التسليح بتجاهلها للقانون الدولي. ارتفعت أسعار الإيجارات في فيينا بنسبة 5.5% من هذا الشهر لأصحاب العقود القديمة، ليؤثر على أكثر من 100,000 أسرة في المدينة. ويشكل سكان شقق البلدية معظم هذه الأسر، وهذه الزيادة هي الرابعة من نوعها في العام الماضي، ويشمل ذلك الإيجارات المصنفة للشقق القديمة التي تم تأجيرها بين عامي 1982 و1994، حيث يجب رفع الإيجار عندما يصل التضخم إلى 5%. كما زادت أيضا إيجارات الشقق القديمة التي تم تأجيرها بعد مارس من عام 1994 بنسبة 14.4%، وقد طالبت المنظمات بوجود سقف لأسعار الإيجارات. شددت وزيرة المناخ لينورا جيفيسلر على شبكة الأمان لصندوق مكافحة إصلاح الأجهزة الكهربائية بعد الآلاف من حالات الاحتيال من بعض الشركات. وتم تحديد 56 شركة مشتبه بها بالاحتيال بقيمة أضرار تصل إلى 4 ملايين يورو، ولذلك سوف يتم صرف المساعدات مباشرة للعملاء في المستقبل. وإعادة برنامج الإصلاح في 25 سبتمبر، فيما تبقى القسائم التي تم تقديمها قبل 2 يوليو صالحة لثلاثة أسابيع فقط، وقد تم التحقيق بالتعاون مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
انتقد كاردينال النمسا كريستوف شومبرون حرق نسخة من القرآن بشكل علني في السويد ووصفه بالأمر المشين. وأكد شومبرون أن تدمير الكتب المقدسة بغض النظر عن الدين الذي تمثله هو فعل يتسم بالتعصب والكراهية ويتنافى مع القيم المسيحية والمدنية. جاء ذلك بعد أن قام مواطن سويدي من أصل عراقي بحرق نسخة من القرآن الأسبوع الماضي في استوكهولم أمام مسجد، وقد سمحت الشرطة السويدية بذلك بعد تدخل من المحكمة التي قررت عدم رفض الإذن بحرق نسخة من القرآن. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.